فيهم تجربه متعدده من مجتمع لمجتمع. اذا يجب عندما افكر بشخص ما اخر ان اشعر هذا الشخص باحترام كامل في همته، وبالتالي نشعر فعلا بانه رجل عزيز علي او شخص عزيز علي. اذا هذا النموذج نموذج بني الفقار اللي عندنا حقيقه على فهم كيف نحن نفكر بالاخرين. الاستراتيجيه الرابعه من استراتيجيه الفرق الجماليه العصبيه، واحده من الاستراتيجيات المهمه جدا 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 التي اعتبرها افتراضيه انا حقيقه غيرت حياتي. افتراضيه تقول افتراض الاستمرار. تقول الافتراضيه ليس هناك فشل بل خبرات تجارب. ليس هناك فشل في هذه الحياه بل خبرات وتجارب. خلونا اعطيكم مثال لهذا الامر. دكتور جابر عبد الحميد جابر يقول في كتاب الكبريتيه التعلم، وهو منتدب جدا رائعه، أنصح فيه كل ممارس طبيعي الرجاء فيه بالقراءة، أنصح فيه كل معلم، أنصح فيه كل مربي، كل شخص يريد أن يربي أبناء فلا يقرأ. كتاب اسمه السيكولوجية التعلم، تأليف جابر عبد الحميد جابر. جابر عبد الحميد جابر ذكر في كتاب السيكولوجية التعلم مقولة لفلان ميلر. فلان ميلر واحد من كبار المفكرين في مجال التعلم. عالم كبير جدا في مجال التعلم، وضع مدرسة حديثة التعلم وله نموذج فكري في مجال التعلم. هو امريكي يقول في مقولته لكي يتعلم شخص ما لابد ان يحتاج الى شيء. يعني ماذا؟ وقته تحت كلمه يحتاج الى شيء يساوي حاجه. نتكلم عن احتياجات انسانيه. وان يلاحظ شيء وقته مقابلها تجربه مرجعيه، ان ارى شيء يحصل امامي، خبره. رقم ثلاثة أن يقوم بعمل شيء ممارسة أن أمارس، وأن يحصل على شيء أن أحصل على نتيجة. واحد من طلاب فلانير اسمه داشي قام بأخذ هذه النظرية وحط رسمة جدا جميلة للتعلم. يقول فيها بأن الشخص لديه هدف، لاحظ هذا الشخص لديه هدف مطالب بهدف، هدفه أن يصل إلى النقطة، النقطة الحمراء، الناس تصور مثلا هدفي الان ان اصل الى تلك النقطه الاخيره هناك. وبينما انا اصل الى هدفي من هذه النقطه فجاه تفاجات امامي بعائق. هذا العائق حال ما بيني وبين الوصول الى هدفي. فالان هذا العائق بالنسبه لي يسمى مشكله. الناس يسمونها في الخارج ماذا؟ مشكله. المشكله في علم الناس ليست هذه. المشكله في علم الناس هي عباره عن توتر نفسي. المشكلة في علم النفس توتر نفسي. توتر نفسي ناتج عن ماذا؟ عن عائد يحيل دون تحقيق حاجة. إذا المشكلة في علم النفس هي عبارة عن توتر نفسي نتيجة عائد يحول حول الحاجة. إذا أنا كان عندي حاجة للوصول إلى ذلك الهدف، وفجأة أتاني هذا العائد. فبدأت أعمل استجابة نتيجة هذا العائد. هذه الاستجابة هي 1 2 3 4 لا تختلف بيحصل في موقع رقم 3. إذا أنا أعمل استجابة. سؤالي لكم، هل هذا الطريق كان خطا عندما مارسته؟ عندما اتجهت هذا الاتجاه هل كان خطا؟ لا. اللي تحت كان خطا؟ اللي هنا كان خطا؟ هذا اللي هنا كان خطا؟ هذا كان خطا؟ كلها كانت محاولات. اينشتاين يقول السالك يقول الشخص السالك هو الشخص الذي يمارس اجراءه ثم يحصل على نتيجه ثم يعود مرة أخرى ويمارس نفس الإجراء ويتوقع نتيجة مختلفة. هذا هو الشخص الثاني. الشخص الثاني هو الشخص الذي يمارس الإجراء ثم يحصل على نتيجة ثم يعود مرة أخرى ويمارس نفس الإجراء ويتوقع ماذا؟ نتيجة مختلفة. واحدة كانت تقول أنا عندي أخطر قطة في العالم. عندي أقوى قطة في العالم. سألوها لماذا عندك أقوى قطة في العالم؟ طيب كل يوم أجيب الصح حق أكل القطة وأقوم على الأرض وأخذ أكل القطة حتى أضعه في الصحن أتفاجئ بين القطة وضعت عصر في الصحن فينزل أكل على القطة. قطة غبية. من اللي غبي في هذا الفيلم؟ تمارس نفس الاجراء وتحصل على نفس النتيجه وتعود مره اخرى تمارس نفس الاجراء وتحصل على نفس النتيجه
وتمارس الاسترجاع وتفصل عن السنتين. لذلك الثالث هو الشخص الذي نستطيع ان نقول له عنك اللوحه اذا استمر يمشي في طريق رقم كم؟ في هذا الطريق مره ومرتين وثلاث واربع نقول له عنك اللوحه الثانيه. زين؟ الشخص الفاشل ليس الثالث لان الثالث ما زال يحاول. الشخص الفاشل تعريفه هو الشخص الذي يتوقف عن المحاوله. جرب مره جرب مرتين ثلاث ثم بعد ذلك وقف وقال انا فاشل انا فاشل هذا الشخص الفاشل. اذا عندنا نمطين، الشخص الثالث والشخص الفاشل. الشخص الثالث قلنا هو الذي يستمر يجرب ويجرب 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 نفس التكرار، نفس الحال، نفس الحال، نفس الحال. ممتاز. لا الذي يحصل في المطور الاربعه الذي يحصل في مكسب الاربعه ان الشخص ما حصل على الاستجابه وجد الطريق فانطلق مباشره للهدف. هذه المطور الاربعه هي التي نقوم عملية التعلم كلها عشان احنا فاتحين مدارس وعشان وزارة التربية والتعليم كله عشان خطوة المكان أربعة. نريد أن نعلم أبنائنا كيف يكون الخطوة المكان أربعة. عندما ندرب الناس نريد أن ندرب الناس كيف يصير الخطوة المكان أربعة. عندما نريد أن ننجح نريد أن نعلم الناس خطوة المكان أربعة. الخطوة الصحيحة خطوة يعني تقطع عليها المسافات ما تدخل في مرحلة ثلاثة. لذلك انا منطقة رقم ثلاثة اكتبوا تحتها عبارة من قوسين اكتبوا منطقة الاحتباس. الاحتباس يعني ان الشخص يحتبس في منطقة رقم ثلاثة ولا يجد المخرج في منطقة رقم أربعة. لكن لاحظوا الذي يحصل. المعلمة تتصل تعطي وظيفة للبنت. البنت تاخذ معها دراستها وتعود البيت. تأتي عند الأم وتقول لها أنا عندي وظيفة طلب المدرسة. الأم والأب الأم حريصة تماما أن بنتها تكون ناجحة وتريد موقع رقم أربعة، ماذا تعمل؟ حل الوظيفة. تأخذ البنت الكراسة تذهب للمعلمة. المعلمة تأتيها قبل الإجازة. رائعة شاطرة. لكن في الاختبار فين نجيب الأم؟ هذا ما يحصل. لذلك لأننا نحن حريصين حقيقة أن نجعل أبنائنا ينتقلوا مباشرة إلى خطوة المكان أربعة. ولذلك التعلم الجيد حقيقة هو ان نساعد ابنائنا على المرور من الخطوه الثلاثه للوصول الى الخطوه الاربعه، ليس الاحتباس في الخطوه الثلاثه، وبالتالي نحن نقول بان التعلم اساسا ينتج من التجربه والمحاوله والخطا. لابد ان الشخص يجرب، لابد ان الشخص يخطئ حتى يتعلم. اذا التعلم يحصل من التجربه والخطا. بعض الناس بالنسبه لهم خطا معناه فشل. خطا معناه فشل. في تجربه من التجارب احد مدراء الشركات أحب أن يغير نظام العمل عنده في الشركة. فرجل ينتج مكتب كبير أصبح عنده رصيد كبير وقال أنا من الأشياء الحلوة اللي راح أسويها راح أجيب أجهزة محمول لكل موظف في الشركة. كل موظف عندي في الشركة راح يجيب جهاز حق أي محمول. شوفوا الرفاية. وفعلا جاب أحدث الأجهزة وضعها على مكتب كل موظف. العجيب تفاجأ بالتالي. أن جميع الموظفين لم يستخدموا الأجهزة إطلاقا. كانت هذه معضلة. توقعون لماذا لا يستخدموا الأجهزة؟ يعرفون لكن هم متوقعين أنها عبدة. ما يريد أن تخرج. هناك ثلاثة أشياء تجعل الناس لا يخرجون من الخطورة الثلاثة. واحد الخوف من المجهول. الخوف من المجهول وهذا الحد بالنسبة للمجهول لا أريد أن أستخدم هذا المجهول وأخاف منه تجعلني لا استطيع ان اخرج من هذا الاطار. اثنين الخوف من الفشل. ثلاثه الخوف من فقدان الافضليه. الافضليه تعني ان انا الناس يكونوا عني ممتاز. لما اجرب الان افشل ماذا يقول الناس عني؟ ان انا مش الاول. وبالتالي من نظام الكمال يحطون في الافضليه الكمال. الشخص يريد ان يكون الاول. لما اريد ان اجرب الحاسب يريد ان اكون احسن واحد فيهم. هل ترى الاشياء جعلت المدير يفكر ويفكر كيف استطيع ان اعمل هذه المشكله؟ طلب كل موظف من الموظفين اللي عنده ياخذ شهاده الحاسب طبعا هو كيف وصل هذه النظريه؟ راح البيت شاهد ابنه الصغير يلعب بشهاده الاتاري. كان زمان يقول اتاري اليوم يقول بلاي ستيشن بشهاده بلاي ستيشن كان ابنه الصغير يلعب بشهاده بلاي ستيشن بلاي ستيشن الصغير يلعب كيف يلعب؟ يعني هو شهاده الطفل الصغير يلعب بشهاده بلاي ستيشن كيف يلعبه؟
كده. أساس بقى